إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تاهو أعتقد 2016، سيارة دورية، تركيب بواجي، توظيف بوابة، تركيب تريكو 40,000 وحدة، أيضا إلغاء نظام البرامل أو نظام الفرامل أو باكم هواء الفرامل. طبعا قبل اركب سويت تنظيف للراديتر، طبعا لاحظ الفترات اللي هنا في اوراق ريش، انا مسحتها بالفرشه بعدين بري هواء. الان اركب المبرد، طبعا ركبنا المبرد ثبتناه. هذا القاعده السفليه، هذا القاعده السفليه في نفس البودي، هذا المصامير حق المبرد، وهذا المصامير حق المبرد برضه، هذا برضه مصامير المبرد. أيضا هذه ركبناها في القاعدة حق البودي الشخصي، هذا الهوز رايح أصفر، وهذا الهوز الثاني جاي من هنا، جاي هذا الشكل ورايح فوق. الهوز هذا طبعا ما أي هوز أي كان يركب في أي جهة عادية، ركبته هنا محل الماسورة حق الوكالة. والهوز الثاني جاي عند هنا، هذا في الماسورة حقت الجير. هذا الهوز الآن اللي جاي من البرد رايح على الجير. المكان هنا حق الطبة ألغيته أنا وركبت له الماسورة اللي كانت هنا. طبعا هذه بعد ما ركبنا لغيت انا طبت راديتر، طبت راديتر في موديلات 2006 16 او 15 الى 2020، بعضها جاي من الشركه المصنعه بدون تركيب او بدون توصيل في طبه راديتر، فانا بدل ما اخليها مفتوحه استغليت الماسوره حقت الوكاله اللي هنا اللي مكنسله اثناء تركيب المبرد وقصيتها وسددت، حطيت هنا ماسوره وهنا ماسوره اسفل. لاحظوا هنا اسفل ماسورة وحطيت بينهم هوز بهذا الشكل، هذه تقفيله ولو قدر الله احتاج انه بيرجع النظام فقط انه الهوز اللي هنا يركبه في الماسورة اللي هنا حقت الوكالة، يركبها في الماسورة حقت الوكالة ويرجع الماسورة السفلية في مكانها في الطبة وينتهي الموضوع. لكن بصراحة الطبة دائما مشاكلها أكثر من فائدتها، ولكن للضرورة أحكام، لو قدر الله صار في مشكلة يقدر يخليها مؤقتا حتى يرجع المبرد الجديد لو قدر الله صار في مشكلة. الحين انتهينا من تركيب المبرد، الآن نروح لتنظيف البوابة. لاحظ البوابة طبعا هو يشتكي من ضعف العزم وقال لي غير بواجي، لكن للأسف البواجي ما راح أغيرها لأن السيارة ماشية 100 وشوي 105 او 110، فما لها داعي انه اغير البواجي ما دام السياره لسه ما مشت، لكن راح انظف البوابه لانها للاسف ما قد سينت. راح انظف البوابه وحساس الهواء. طبعا فكينا البوابه ولاحظوا البوابه ما قد تنظفت ولا تسينت. على العموم نظف البوابه الان، نظف حساس الهواء، وايضا راح ننظف بلف التبخير ويستاهل صاحب السياره وكل المتابعين يستاهلون الا ما رحم رب العالمين. فراح ننظف بلف التبخير وايضا منها برضه راح نشبك الاوليات طرمبه هواء الباكم ونلغي طرمبه هواء الباكم لان للاسف صارت عندي قرد دعته حقت الفرامل ضعيفه. فراح نركب التقسيمه بدون اي مشاكل باذن الله. العموم راح نفك الهوز اللي هنا، راح نفك الهوز اللي هنا حق بلف التبخير. فكينا الهوز اللي هنا، لاحظوا فكينا الهوز اللي هنا، شفر الآن مفكوك.
هذا هذا هو الهوز. راح افك الراس اللي هنا، افك الراس اللي هنا، وراح افك الراس او البلف او حساس بلف الباكم من لي ترمبة الباكم، وراح نشبك القسام هذا. هذا التقسيم الان جاهزة، انا كان مجهزها لسيارتي. هذا البلف التبخير، وهذا الثلاجة، وهذا للباكم. القسم هذا ينباع بخمسة ريال، وممكن اقل في محلات قطع الغيار. طبعا هذه الان الروس حق اللي بلف تبخير سابقا، هذا البلف وحساس الباكم الفرامل، وهذه اللي الهوز او الراس اللي في طرمبة هواء الباكم. هذه الان راح اقفلها سدادة، هذه راح اركبها على القسام اللي عندي هنا، وهذه راح اطربها اركبها في الاطراف اللي جاي من بلف التبخير الى ثلاجة المحرك. طبعا صراحة ما يحتاج لأي قفيز، هو مجرد هواء سحب، وما شاء الله تبارك الله ما تركب معاك الا بالعافية، فهي ما فيه مجرد ضغط هيدروليك عشان يتهرب منها شيء، ولكن مجرد كبسها وتركيبها في الهوز بعون الله ما يطلع تهريب، ولا يحتاج الى قفزان ولا اي اجتهادات اضافية. ما شاء الله تبارك الله، والله من قوة الإحكام أنه رفض يركب بالكابل، من قوة تثبيت الهواز في أحجام البلف ومخارج الهواء. ليش؟ لأنه فيها زي المسننات ما شاء الله تبارك الله، إذا دخل الهوز مسك ولا يفك معاك إلا بالعافية، فما يحتاج أي قفزان. لأن هذا الشكل النهائي للتركيب، ولكن قبل لا أطبق راح افك بلف التبخير واسوي له صيانه وتنظيف بدون اركب مره واحده. هذا بلف التبخير، هذا بلف التبخير بعد التنظيف، وهذا حساس الهواء بعد التنظيف، وهذه البوابه بعد التنظيف. هذا الان بلف الباكم او حساس الهواء الباكم، وهذا الان بلف التبخير اللي في الثلاجة، وهذا القسام، وهذا الان هنا بلف التبخير اللي في المحرك. بقى معنا الان سدادة وسد الهواء الماسورة حقت الباكم. هذا الان سدينا المجرى اللي طالع من طرمبة هواء الباكم، وحطيت بين سدادة وكبوسة كبس. طبعا يفضل برضه حتى فصل السير علشان ما تتحرك مع حركة المحرك، انا ما لها داعي، واساسا احيانا تسبب صوت خشونة في المحرك. العمول انا ركب لنا بهذا الشكل. الآن ركبنا سدادة الترمبة هواء الباكم. الآن بعد ما ركبنا المبرد، نظفنا البوابة، حساس الهواء، ركبنا عدلنا منظومة الهواء ترمبة الباكم، وراح نشغل ونختبر الهوزات حق المبرد أو التركيب بشكل عام. هذا الحمد لله ما في أي تهريب، ايضا هنا ما في تهريب. ايضا من هنا ما في اي مشاكل، لكن اسمع الصوت اللي هنا، هذا صوت الجرجرة، صوت الطرمبة هواء الباكم، صوت هو طرمبة الباكم. يعني بس هذا يرجع صحن سيارة، انا اشوف انه يقص السير او يلغى السير انتهى الموضوع، ما عاد داعي الان اعد في تنسيب هواء ولا شيء. الان طرمبة الباكم كلها عملها عن طريق الثلاجة بس الموديلات الكيلو 14 وما ادري، وفي اغلب السيارات.
الفراولة ما شاء الله تبارك الله أحلى ما يكون، ولكن هذا برضو أنا يرجع الرأي لصاحب السيارة، ومع أنها مطبقة سابقا في المواقع.